تمكنت الحملة الأمنية بمدينة الدمام من الإطاحة بعدد من المروجين ومصنعي الخمور، وأظهر مقطع فيديو وثقه الزميل الإعلامي سعود الشيباني عبر حسابه بسناب شات لحظة مداهمة الجهات الأمنية للباعة الجائلين وضبط عدد من مخالفي نظام الإقامة وإغلاق محال بسبب مخالفتها نظام وزارة العمل والتستر التجاري، ومن ثم استدعاء أصحابها والتحقيق معهم. كما ضبطت الجهات الأمنية مصنع خمور يحتوي على 127 برميل تحت الإعداد، إضافة إلى 864 عبوة جاهزة للترويج، وضبط أحد المروجين بعد أن حاول الهروب من الموقع. وفي سياق متصل أيضاً، أطاحت الجهات الأمنية بعدد من مهربي ومشغلي الخادمات بعد أن قاموا بتهريبهم من كفلائهم وتشغيلهم لحسابهم الخاص وضبط أسلحة بيضاء كانت بحوزة المخالفين، إضافة إلى ضبط عدد من النساء داخل موقع المداهمة. دعونا نشاهد هذا المقطع. كما تشاهدون هذا جانب من مصنع الخمور، طبعاً هو يعتبر مصنع في آي بي. كم لكم شغال على هذا؟ كم شهر انت بشغل؟ انت كم شغل هذا؟ ستة شهر، سنة، واحد سنة. يلا تعال. طبعا نجحت الحملة الأمنية بالشرطة المنطقة الشرقية من القبض على أحد الأشخاص يقوم بتأجير الخادمات الهاربات، طبعا بعد أن يقوم بغوائهن وتهريبهن من كفلائهن، ومن ثم تشغيلهن في حسابها الخاص يزين سعوديا للتضليل على جيرانه، وكذلك على محاولة التضليل حتى على الأجهزة الأمنية. لأن كل الشكر لرجال أمننا البواسل اللي يقومون بعملهم على أكمل وجه برصد المخالفين ومن يشكلون ضرر على هذا الوطن. أيضا الشكر للزميل سعود الشيباني عبر حسابه مناصر العسكر اللي قاعد يغطي لنا مثل هذه الإنجازات اللي يسطرونها رجال أمننا، ويخاطب نفسه ويكون معاهم في نفس الموقع، كله من أجل أن يرصد لكم هذه المادة ويبين هذه الجهود ويبرز جهود رجال الأمن. يستحق المتابعة عبر حسابه بسناب شات ناصر العسكر من ميدان